قد لاحظنا في النتيجة أن هناك نسبة مرتفعة في محتوى الكروم. علمياً البلاستيك مادة خطرة. مش معقول نحن نجلس في هذا المكان كمسؤولين عن صحة الإنسان كويس ويوجد نايلون في الأسواق لحد هذه اللحظة ونحن ساكتين على لا بالعكس. اتخاذ الوزير قرار من هذا النوع هو يتماشى مع نتائج وفحوصات دولية أجريت في حينه وما قبل حينه، أيضا قرارات اتخذت ضمن اتفاقيات دولية وفلسطين جزء من تلك الاتفاقيات. يعني زمان كان في قرار منع استخدام الأكياس هذه وفي قرار اليوم، ولكن هو المشكلة انك انت تقدرش توقف كل جنب كل بائع يعني مراقب. بالنسبة للاستهلاك في الأكياس، الناس تقريبا يعني كله برغب باللون الأسود نظرا لأنه يعني العادات عندنا في غزة إنه للسطرة والشغلات هذه. يعني علميا البلاستيك مادة خطرة وسامة ما لم يثبت عكس ذلك. مش البريء المتهم بريء حتى تثبت إدانته، احنا المشكلة كتلوث واشتباه يبقى مدان حتى تثبت بالتحاليل والمختبرات إعفاؤه أو تبرئته من هذه الإدانة. في غزة ما فيش رقابة بتمل مرة ولا أي منتج تقريبا. أنا يعني من خلال نظرتي في السوق أو في المحلات أو في البضاعة اللي بتيجي فيش حاجة عليها رقابة. في صعوبة في تطبيق الموضوع. الناس أنا يعني ثقافيا يعني بدنا نوصل لحد معين من الثقافة حتى نقدر تفرض عليه شغلة أو يستوعب شغلة معينة. بدنا المجتمع المدني وبدنا إحنا السلطة الرابعة الإعلام. الإعلام بدنا إحنا الإعلام يوصل هذه الفكرة الأفكار إلى الناس. الآن بخصوص موضوع النايلون يجب أن يكون هناك فحوصات إخبارية تؤكد أن هذه العبوات ليس لها ضرر على صحة الإنسان، ولكن هناك دراسات عالمية تفيد أن هناك النايلون الأسود هناك بعض الأضرار على المواد الغذائية كويس. ممكن إحنا كنوع من التوعية والإرشاد ما شابه ذلك، ولكن إثباتية أو كإثبات رسمي لهذا الموضوع ليس لدينا أي مستندات تفيد بهذا الموضوع. أنت عارف لو لدينا مستندات كان هذه الظاهرة من زمان إحنا خلصنا منها. كويس، لأنه مش معقول نحن نجلس في هذا المكان كمسؤولين عن صحة الإنسان كويس ويوجد نايلون في الأسواق لحد هذه اللحظة ونحن ساكتين على لا بالعكس.
مثلا منعين منعا باتا استخدام البلاستيك المجروش او المعاد تصنيعه في تخزين المواد الغذائية او في نقل المواد الغذائية، ولكن فيه له استخدامات اخرى. بتحليل بعض العناصر مثل الرماد، الكادميوم، الباريوم، الكروم، الرصاص، وقد لاحظنا في النتيجة أن هناك نسبة مرتفعة في محتوى الكروم ومحتوى الرصاص، وهذه مصنفة كمواد سامة، يعني هيفي ميتالز. يمكن القول بأن هذا الاستخدام استخدام خاطئ ويجب أن يتوقف، ولا تستخدم هذه الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء في مجال الأغذية أو ما شابهها. عندنا هناك لجنة عليا لمراقبة الأغذية في قطاع غزة، مكونة من الصحة والاقتصاد والزراعة ومواصفات المقاييس. كويس، هناك اجتماع شهري من بينهم. كويس، إذا تم اللي هو وجود فحوصات بهذا الشكل وأثبتت هذه الفحوصات، يتم مباشرة أخذ القرار المناسب عن طريق هذه اللجنة العليا لمنع الاستيراد ولمنع التصنيع أو لمنع بالأحرى استخدام هذا النايلون في ملامسة المواد الغذائية.